نبدأ من الملف الشائك، الدعم التصديري. احنا كشركات عملنا اللي علينا وصدرنا وفتحنا اسواق، وانت المفروض صوتنا كعضو في المجلس، ثانيا كراجل بتمثل المجلس تصدير حصاد زراعية. الدعم التصديري لا يصرف. ايه الاسباب؟ انا عارف انك بتتحرك بشكل كبير جدا عند مجلس الوزراء في مجلس النواب، ولكن ما هي النتائج؟ طب الاول انا احب احيي البرنامج بتاعك، لان الحقيقة انا بنتظره كل اسبوع وشايف ان الناس كتير قوي لازم تتفرج عليه لان بنتعلم منه، فدي حاجة. بالنسبة بقى للمساندة التصديرية او رد الاعباء، هي الحقيقة فعلا بقالنا سنتين او سنتين ونص ما بتاخدش دعم، وفي متأخرات على الحكومة، ولكن الحقيقة دلوقتي في مشكلة حقيقة في عدم امكانية دفع هذه المبالغ بالحكومة على الاقل في الوقت الحالي نظرا للظروف الاقتصادية. واحنا المجالس التصديرية كانت اجتمعت معالي رئيس الوزراء، والحقيقة هو متفاهم هذا الكلام جدا، واقترحنا عليه بعض الامور زي مثلا يتم خصم الضرائب او التامينات او الميه او الكهرباء اللي هي على المصدر في شغلته. وورده الحقيقه عشان اقول يعني حقا للحق، هو البرنامج الدعم على الاقل في الحصرات الزراعيه لابد ما يبقى يعني ديناميكي مش استاتيكي، مش حاجه تفضل موجوده بقى لها 10 سنين في او 8 سنين بشكل مستمر، لكن لازم تتغير على حسب المحصول وعلى حسب البلد. يعني مثلا يعني التشجيع حسب فتح الاسواق، ده اللي انت حضرتك تقصده، فتح الاسواق، والاسواق اللي هي اخذت وحتى لو اديتها دعم 20% و30% مش هتقدر تاخد اكتر من كده في بعض الاسواق، او محاصيل اللي انت عايز تعمل لها دفعه انك تقدر تزودها في بلاد معينه. وعايز الحقيقه شغل من المكاتب التجاريه، لان انا مقتنع بدور المكاتب التجاريه الحقيقه في بعض البلاد اللي هي المهمه، لابد ان هي تبقى موجوده عشان تقدر تساعد، تبقى النبته الاولى في ان بيشوف الدنيا ماشيه ازاي، وبعدين بيبلغوا المصدرين بايه هي القنوات اللي ممكن يروحوا فيها. فالمصدر بدلا ما يروح كذا مره، الراجل بيبقى قاعد هناك وبيقدر ان هو يجيب له او يشوف له مين المصدرين الكبار، مين المعتمدين، مين اللي عندهم كريديبيليتي او مصداقيه في التعامل معاهم. يعني خطوات كبيره جدا لازم تتعمل في الفتره القادمه. زائد برضو الدعم يعني الحقيقه شجع ناس كتيرة ان هو تشتغل في هذا المجال، وبدون لما يكون متخصصين فيها، لان الدعم مفتوح واي حد بيصدر، واي حد عنده سجل مصدرين بيقدر يصدر. وعشان كده المجلس احنا بنفكر في تعريف من هو مصدر الحصلات الزراعية. عبد الحميد الدمرداش نائب برلماني مرموق عن محافظة كفر الشيخ، واحد ابرز خبراء الزراعة في مصر، وكان العضو المنتدب لواحدة من اكبر الشركات الزراعية المصرية واللي بتصدر الخضر والفاكهة من مصر لحوالي 40 دولة، وخاض مفاوضات كتيرة جدا مع خبراء الحجر الزراعي المصري لفتح أسواق العالم أمام صادراتنا الزراعية، وكمان شارك في وضع استراتيجية الزراعة المصرية حتى عام 2030. وخلي بالكم، هو بيتميز بالقدرة على التفاوض لأقصى مدى، وعنده صبر ملوش حدود. انضمام مصر لمنظمة اليبوف لحماية الأصناف النباتية، يعني نقدر نجيب أي صنف في العالم ويبقى عندنا في مصر محمي، يعني ما يخافش عليه المربي بتاعه. حضرتك عدو مجلس النواب، العائق دائما في مجلس النواب، رئيس الجمهورية وافق، ورغم ذلك مش قادرين نجمع النواب عشان ندخل او ندخل مصر يبقى عندها حق انها تاخد اي صنف في العالم وندخل بيه كل الاسواق. بالعكس صحيح، بتقدر تحمي الاصناف بتاعتك اللي هي زي الرز وزي القمح وزي حاجات كتيرة جدا. ولسه جاينا من المكتب التجاري اللي هو في اظن في بلجيكا، بيقول لنا فيه ان في ناس بدأت تزرع رز مصري في البلاد المختلفة عشان مش متسجل يعني، وبالتالي بقى ياما اصناف اتسرقت مننا. مش بالظبط، فانت بتحمي اصنافك وبتجيب اصناف جديده عشان تقدر تنافس. هو الحقيقه احنا مجلس النواب قرر رئيس الجمهوريه من سنه 15 وافق على عمل قرار جمهوري بالانضمام الى هذه الاتفاقيه، دخل المجلس في 2016 وتم الموافقه عليه في 2016 المجلس القاعة يعني او الجلسه العامه. في سنة 2017 جه جواب من رئيس الجمهورية بيقول لك أنا يرجى أنا موافق على الانضمام بشرط التصديق من مجلس النواب. تم التصديق على مجلس النواب على أساس أنه هو خلاص تم الانضمام. لما خلصنا كل ده راح إلى اليوبوف الاتحاد الدولي عشان يعتمدوه، قال لك احنا عندنا بعض الثمان مواد عايزين يتعدلوا في القانون بتاعكم. الحقيقه ثمان مواد دول في اربعه منهم مفيش يعني مش اساسيين قوي، يعني مثلا الماده اربعه فيها ثلاث فقرات، هو يقول لك لا الثلاث فقرات دول في ماده خمسه. عملنا لجنه
والحقيقة اللجنة يعني ما كانتش الجهات الحكومية يعني ما كانتش متحدة قوي، وده حاجة غريبة جدا، لأن أنا مش عايز أنضم، أنا منضم تقريبا بس بعدل 8 مواد، 8 مواد دول يتقبلوا يا ما يتقبلوش، لو اتقبلوا نصهم وما اتقبلش نصهم بينزلوا الجلسة العامة، والجلسة العامة اللي هي اللي بتقرر.